خبر يا خبر، ايه ده؟ حيوانات الغابة كلهم بقوا زومبي. يا خبر، ده انا لازم اهرب بسرعة. اكيد الزومبي هيحولوا لزومبي وانا مش عايزة اتحول. هي يا بابا، يا بابا الحقني يا بابا، المعلمة الشريرة ونمور واردون اتحولوا لزومبي. يا خبر يا سيمبا، طب ده كده هيحولوا كل حيوانات الغابة، وانا خايف على بقية الحيوانات. احنا لازم ننقذهم يا ابني. ايه طب هنعمل ايه يا بابا؟ لازم نجيب الأبطال الخارقين يساعدونا، لأن احنا مش هنقدر أبدا. هي خبر يا سيمبا يا ابني يا حبيبي، انا دورت على الابطال الخارقين ما لقيتهمش، بس انا عندي قفازه من قفازات الابطال الخارقين، ولازم البسها عشان اقضيكوا على كل الزومبي اللي موجود في الغابه. ايه طب يلا يا بابا بسرعه، انا خايف قوي لا يحولوني لزومبي. لا يا حبيبي، انا عايزك تفضل هنا لحد ما اقضي على كل الزومبي اللي في الغابه. يلا هبرك دبره. هي الله يا بابا، ده انت بقيت بطل خارق جميل جدا. يلا يا حبيبي سيمبا، انا عايزك تخليك هنا لحد ما اروح اقبض عليهم. تعالوا لي هنا، انتوا جايين عشان تحولوا كل الغابة لزومبي. احنا لازم ناكلك يا ملك الغابة ونحولك لزومبي زينا. ما تقدروش، انتوا لازم تتحبسوا في السجن حبس لمدة 3 سنين، ما ينفعش تطلعوا من هنا غير لما ترجعوا لطبيعتكم. لا يا زومبي، لا يا اسد الغابة، ما تحولناش.